بس عايزين قبل ما الوقت يسرقنا نروح بقى معاك لملف النادي الاهلي وتحديدا لقاء الاهلي والرجاء. بس اخيرا عشان اقفل موضوع المنتخب، هي تجربه مفروض ان احنا نستفاد منها، فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها، ونتمنى الاخطاء دي في الامم الافريقيه ان شاء الله ما تحصلش. ما فيش بقى الرفاهيه بتاعت خالص كاس بطوله كاس العرب خلاص، يعني هيبتدي يحاسب كيروش بالمرصاد زي ما بيتقال، لان الناس نفسها مش هتقبل. لا يعني وخد الفتره الكافيه انه شاف بقى مين الاصلح ومين اللي ينفع دلوقتي ومين اللي ما ينفعش دلوقتي بالزبط. ومين اللي في مرحله جايه، فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الامم الافريقيه الجايه. يعني بالنسبة طبعا ماتش الرجاء أكيد مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، مباراة واحدة ببطولة، يعني صحيح أهميتها ما بتبقى زي البطولة نفسها الإفريقية أو دوري، ولكنها بطولة في بطولة الآخر. طبعًا. في الآخر رغم أن هي مباراة واحدة زي السوبر المصري مثلا أو كده. أعتقد أنه استعداد النادي الأهلي كويس، مستر موسيماني يعني الفترة الأخيرة في الدوري النادي الاهلي كان بيأدي فيها بشكل كويس، لعب اكتر من مباراه وديه بيجهز اللعيبه، ولكن هي شويه العقبه اللي هتقابلنا بعض اللاعبين اجهدوا في البطوله العربيه دي حقيقه. يعني نستبعد الشناوي لانه حارس مرمى رغم ان هو جاله تعب في العضله الخلفيه، ولكن حارس المرمى الجهد اللي عليه في الكميات الجري وكده مش زي اللعيبه اللي في الملعب، فيعني ان شاء الله دي محلوله. هي بس واضحه جدا في المباراه الاخيره في عمرو السوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي اكتر من مباراه اشتكى بتقلصات او في سواء في السمانه او في العضله الخلفيه، وكان في متوقع انه ما يلعبش مباراه اللي قبل الاخيره بتاعت قطر، لكن لعب وتحمل على نفسه ولعب في المباراه الاخيره. بس واضح انه تتالي المباريات، ست مباريات في حوالي 18 19 يوم، ده عبء حمل كبير جدا. صحيح. والمباراه الجايه يوم الاربعاء، يعني خلاص 3 ايام. طب فهي بس عمرو السوليه وحمدي فتحي، اتمنى ان شاء الله انه الجهاز الطبي طبعا والمعد اللي هنعرف خلال يعني ساعات ان شاء الله. لا هم هيلعبوا ان شاء الله. بس يعني اقصد ياخدوا الراحه الكافيه عشان يستعيدوا قوتهم بقى. عشان يستعيدوا الاستشفاء بتاعهم، عشان يبقوا بكامل قوتهم اثناء اللقاء، لان دي نقطه مهمه جدا. وكانت واضحه على لعيبه مصر ولعيبه قطر في المباراه الاخيره، تحس في تعب يعني واضح. يعني انا بتفق مع حضرتك، والاستشفاء كمان هنتكلم عن لاعبتنا الدوليين تحديدا، الاستشفاء البدني مهم، ولكن الاستشفاء النفسي برضو نقطه يمكن اتكلمنا فيها مع مراسلنا كريم احمد، بس برضو ده كلام قيل ان البعض من اللعيبه الثقه عندهم قلت. انا مش بتكلم عن الاهلي تحديدا، الثقه قلت عند بعض اللاعبين، ده الشق بقى السلبي اللي احنا طلعنا بيه او الاوتكم السلبي اللي طلعنا بيه من يعني المباريات او البطوله، فده امر واقع للاسف الشديد، نتمنى الاستشفاء منه برضو كتير. لا ان شاء الله، يعني لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره في الموضوع. طبعا. ده ياما بيحصل انك منتخب او نادي بيخش بطوله ويخسر، لكن او ما ياخدش الخساره اللي حصل. انا بتكلم عن الحاجات اللي حصلت. لا, يعني. لا 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 ان شاء الله يعني يعدوا منها. واحد زي شريف ان شاء الله يقدر يثبت ان هو جدير انه يمثل المنتخب المصري في مركز راس الحربه في المباراه الجايه ان شاء الله. اكرم توفيق لعب 3-4 ماتشات، يعني برده خد راحات كويسه، لانه عمر كمان لعب مكانه في ماتشين، فممكن يكون مرتاح اكتر والمباراه الاخيره. لكن انا بقى اكتر اتنين هم عشان لعبوا معظم الماتشات السوليه وحمدي، اتمنى يكونوا في كامل طاقتهم البدنيه، لكن نفسيا ان شاء الله يعني نقدر نخرج منها يعني ان شاء الله.